بطل الأبطال يا كتيكا، بطل الأبطال هذا طريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار، هذا طريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار، قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمته والإصرار، قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمته والإصرار والإصرار. قد قد وجميع الأطفال وات 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 كاتاكيتو، بطل الأبطال كاتاكيتو، بطل الأبطال قصص للتسلية وفيها نتعلم منها الآداب، قصص للتسلية وفيها نتعلم منها الآداب، وطريق الأخبار يرينا أحداثا عجبا وعجاب، وطريق الأخبار يرينا أحداثا عجبا وعجاب، عجبا وعجاب. كت كت وجميع الأطفال وات 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 كاتاكيتو، بطل الأبطال كاتاكيتو، بطل الأبطال وات وات. ما رأيك بهذه الكتاكيتو؟ لا ترزقوا شيئا سترتكبون أخطأا. كن مطمئنا فنحن حذرون. أيمكن لصاروخ قديم ومهترئ كهذا أن يسافر للفضاء؟ إذا استطاع أن يعلو 10 سنتيمترات عن الأرض فسأدفع لك نصف ثروتي. حلمت أن أجري تقريرا في الفضاء الخارجي ولكن يبدو سأنتظر. لو أنا واسع الخيال استعمل أدوات جديدة لاختراعاته. مسرور أخبرني ما الذي تفعله هنا؟ أحب أن أعمل في الكهربائيات، الصاروخ ممتلئ بهذه الأشياء الممتعة. أنا مسرور من أجلك ولكن أرجو ألا ترتكب حماقات وإلا سيغضب منا المخترع. لا تقلق، لدي بعض الخبرة وأعرف كيف أساعد الأستاذ. أترى هذا السلك ليس عاديا، سأضعه هنا. انطلقنا إلى الفضاء. انظروا ما أروع النجوم. بدل أن تتأملوا منظر النجوم فكروا أولا كيف سنعود إلى الأرض. بسببك أنت حدث كل هذا، هيا جد لنا حلا. لا تغضب، سأحاول أن أجد حلا. لا أرجوك لا تلمس شيئا وأنت لا تكلمه هكذا. تثيران غضبي. الجو برد جدا. إنه طائر ليس معروفا. ربما مركبة الجزء الفضائية. أنا لا أظن ذلك لأن هذا المركب يحاول أن يقبض علينا. أسرع إنه يحاول اختلاعنا. عجيب، لا أحد هنا. هكذا يكون شكل المركبة من الداخل. ربما تكون ثلاجة الفضائيين. مقصود أرى أن الجو هنا يختلف. هل ابتلعنا ذلك الشيء الغريب؟
لو كانت هذه ثلاجة لكنا الآن نرتجف من البرد. لماذا تحاول إسكاتي؟ هناك، انظروا هناك، لابد أنهم سكان الفضاء ليهرب الجميع في الفضاء. أنا لا أظن بأنهم لطفاء. فعلا أنا متفق معك، يبدو أنهم سيئون جدا. بطوط لا تنخدع بشكل، يجب ألا نظن السوء بالآخرين، لنتعرف عليهم أولا. لم يبقى أحد على المركبة، يجب أن نبحث عنهم حتى نجدهم. حان الوقت لإيجاد حل سريع جدا، سنختبئ وبعدها سنهرب. فررم فررم فررم. لا تخافوا، أنا فضائي لطيف ولست فضائيا شريرا، تأكدوا سنصبح أصدقاء. أقدم نفسي، اسمي دودو. كان يجب أن توصل بالعكس. ماذا تفعل؟ ليس الآن وقت تجاربك، إن الأشرار يلاحقوننا. هذا شيق جدا، ارميه حالا كما تريدهم. حسنا. أنت متأكد بأننا في أمان ولن يجدونا أبدا؟ هذا مركب والدي الفضائي، أعرفه جيدا، كنت ألعب فيه الاستغماية. ماذا تقول؟ مركب والدك؟ أخذه الأشرار سجينا، فهم أقوياء، يقبضون على المركبات التي تصادفهم ويأسرون الطاقم. لقد تمكنت من الفرار. أنت مؤلف قصص مدهش. أنا خائف جدا. الآن نستطيع أن نرى كوكبنا. للأسف لم يحالفنا الحظ هذه المرة، فلم نقبض على مركبات كثيرة. لقد حددت موقع الفارين، إنهم في الممر رقم 3. أسرعوا اخبضوا عليهم قبل أن يهربوا منا. مشكلة، لقد وجدونا. علينا أن نختبئ. أرجو أن تكونوا سريعين في الرد. هاي هاي هاي. خفت كثيرا، سندس أنت لست خفيفة الوزن. أخبريني هل أنت بخير؟ لقد احتجت يدك توسندس. علينا أن نعود أدراجنا. سيقبضون الأشرار علينا. افتحوا النوام. قل لنا ماذا نفعل. سنغادر المركبة بواسطة الكبسولة، تمسكوا. لماذا لم تقبضوا على الآخرين؟ لقد فروا بكبسولة النجاة. أطلقوا سراحنا، ما تفعلونه لا يجوز. يبعد كوكبي مليون سنة ضوئية عن كوكبكم، كنا قد أتينا للسياحة في هذا النظام الشمسي. نحن إذن في رحلة سياحية. إن كان ذاكرتي جيدة، قلت إن المركبة التي تشبه الحوت تخص والدك. نعم، ولكن الأشرار سجنوا أبي والآن يستخدمون المركبة. مسكين. لنتحرك، سنقاتل هناك ولننقذ والدك وكتاكيتو وسندس. مستحيل، لن ننجح أبدا. لماذا لا تملك شجاعة تناسب حجمك؟ لأن هؤلاء الفضائيين الأشرار يسيئون معاملة سجنائهم كثيرا، وبما أنني لا أعرف كيف أتصرف معهم أفضل أن أختبئ منهم. إذا استمريت هكذا لن نراك، وسيدوس الجميع عليك، فهمت؟ دودو، أظن أن والدك ينتظرك لتقوم بإطلاق سراحه. صحيح، إذا لم تحاول إنقاذ والدك ستندم على ذلك. نادم منذ الآن. هيا استعد شجاعتك وحجمك، نحن سوف نساعدك. إذا كنا متحدين فأنا موافق على أن نفعل شيئا. توكلوا على الله. بيمن الله ورعايته قررت أنا وأختي البقاء هنا. سنقوم بجولة سياحية. أتينا معا وسنذهب معا.
لا أعلم إذا كنت قد قلت لكم ذلك، ولكن يقال إن الأشرار يستغلون سجناءهم ويقومون بتجارب عليهم. بررم بررم. تذكرت شيئا مهما. لحظة، هل تخليت عن كتاكيتو وسندوس؟ ليس لدي نية لأن أكون فأرا للتجارب. انتظري حتى يقبض عليك ثم خافي. لا لا لا. علينا أن نتحمل يا أصدقاء حتى يذهبوا من هنا. أصمدوا. أنا لم أخذ أحتمل. ساعدني يا بطيء. لماذا؟ نحن لا نريد أن يسمعون حاولا أن تصمدا. بطوط، حاول أن تمسك بيدي. بسمة بسمة كلمة ورسمة. أخبرني يا بني، كيف وصلت إلى هذا المكان المهجور؟ قل لي. أرجوكم ساعدوني. ألحقه بصديقيه طلحة وضريرون. شل في اليد التي تقتل الصالحين. سيفي أفضل. البرنامج التالي. كلمة ورسمة. ألديك فكرة ماذا سيحدث لنا؟ الأشرار فقط يعرفون. النجدة. هذا جيد، لا توجد مقاومة جسدية، ليس هناك من أخافه. أرجوك قل لي، هل من مشكلة؟ أنت مريض؟ بعون الله فإنني سوف أقاوم. أنت والد دودو أليس كذلك؟ ولكن من أين تعرف ابني؟ تعرفنا عليه عندما أخذونا، وليس صعبا معرفة بأنك والده، إنه يشبهك. وهل هو بخير؟ إنه بخير، وأعتقد أنه تمكن من الفرار مع أصدقائنا. والآن يجب علينا أن نعرف أين يحتجزونهم. هناك حرس كثير، لا نستطيع الوصول إليهم. أحب أن أعرف أين نحن. في المكان الذي يحتفظون به بزيهم الفضائي. وجدتها، لدي فكرة. أشعر بالحرارة. هذه طريقة سهلة للاختباء. نعم سهلة. ربما سهلة ولكن ليست مريحة. إنها تذكرني بدوار البحر. استعجلوا أيها الكسالى، تعالوا لقد جاء دوركم. هيا تحركوا. ماذا ستفعلون بنا؟ بما أن حجمكما صغير سنرى إذا كنا نستطيع أن نجعله أكبر. كتاكيت تصرف. إذا اقتربتم سوف تندمون، أحذركم. هل تعتقد أنك تخيفني؟ استمر، سأتي لمساعدتك. كيف تكون صغيرا وشريرا هكذا؟ شكرا. أيها الحراس أغلقوا المخارج بسرعة. محاولة الهرب لن تجدي نفعا، فلا تحاول ثانية. لا أنوي أن أكون موضع تجاربكم. أين الممر الذي يؤدي إلى المختبر؟ ها
فك وثاقي، أنا لا أحب أن أكون متدليا هكذا كالبلح. إن الوقت ليس مناسبا أبدا. أحسن، حصلت على مجموعة جيدة. لنرى هذا، سنبدأ التجارب به، إنه تركيبة غريبة وليست عادية. لماذا تنظر إلي هكذا؟ أدخل من المختبر في الحال. ولكن أين يوجد المختبر؟ من هنا حالا. شكرا لك. لقد أصبح الوضع جديا، لا نستطيع فعل شيء الآن، سننتظر قليلا قبل أن نتصرف. كتاكيتو صندوق، اتركني يا متوحش، أنا لست فأرى تجارب منك لله. بطوط، ظننت أنك هرب. ذهبنا ثم عدنا لمساعدتكما فقبضوا علينا. شكرا بطوط. نستطيع أن نبدأ. نعم، ولكن بمن نبدأ؟ سنبدأ بذلك الممدد على بطنه، يبدو لي مثيرا للاهتمام. اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك الوقف فيه. يبدو أنه مؤلم، كان الله في عونه. دودو، أنت الوحيد الذي يمكن أن يتحرك، اذهب وفكهم. لن أتمكن من فعل ذلك. لست وقت تصغير حجمك. هيا تشجع دودو، استجمع قواك، إذا لم تفعل شيئا ستبقى جبانا طوال حياتك. ستنجح دودو، استعن بالله وستنجح. لم أعد أحتمل أن أعلق هكذا رأسا على عقب، أفكاري تتخبط في بعضها. يصعب علي أن أمشي مستقيما. إلى أين تذهب؟ أمسكه بسرعة، المكان يدور أم أنا. هيا استغل الظرف. حسنا. ماذا تفعل أيها التخييل؟ توكلي على الله ولا تخافي. الحمد لله. هل أنت بخير؟ ما تفوني يا أختي. اخرجوا بسرعة، أصبحتم أحرارا. بسرعة، هيا. أصبحنا أحرارا، الحمد لله، الحمد لله. لو تعلم يا بني كم أنا فخور بك. الحمد لله، لقد ساعدني أصدقائي على هذا. الحمد لله. ما أكبر كوكبهم. انتبهوا يا أصدقائي جيدا، لقد بدأوا باللحاق بنا.